يعني أبدأ معاك كده ببطولة كأس العالم السنة دي. الحقيقة ممكن يبقى فيها بعض الاختلافات، بس أنا وأنت وإحنا لسه بنتكلم قبل الهوا قلت لي إن المربع الذهبي هو نفس المربع الذهبي، ودايما التفوق اللي بنشوفه في الدول الإسكندنافية، بتكلم على الدنمارك والسويد، دايما متفوقين لعبة كرة اليد، وبيدخل معاهم أكيد كبار أوروبا في لعبة كرة اليد أيضا، فرنسا ومعاها أسبانيا كمان. تمام، احنا كنا فعلا لسه بنتكلم ان هي مش مفارقه وجود الاربع فرق دول، هم موجودين باستمرار في المربع الذهبي. يعني بطوله كاس العالم اللي كانت موجوده هنا في مصر في 2021 كان هم نفس الرباعي اللي موجود هو في البطوله اللي خدتها الدنمارك. يورو 2022 هم برضو نفس الاربعه، فده المربع الذهبي الثالث على التوالي، وده طبعا يعني لو بيدينا مؤشر ان هم مسيطرين وفرق كبيره موجوده على مستوى كره اليد الاوروبيه والعالميه كمان في الوقت الحالي. طب هل اسالك سؤال كده ومنتهى الصراحه، هل احنا من حظنا العسر ان احنا في البطوله اللي كانت في مصر هنا 2019 بنصطدم بالدنمارك، السنه دي بنصطدم طبعا بالسويد، فبالتالي بنصطدم مع القوى العظمى اللي موجوده دايما بالتاريخ الكبير جدا، شايف ان ده لو كنا اتقابلنا مثلا مع اي مدرسه تانية اوروبيه كان ممكن نتواجد في المربع الذهبي؟ اه طبعا، احنا كنا حتى يعني ماتش الدنمارك اللي قابلناهم في الدور الرئيسي كان بالنسبه لنا يعني نقطة مهمة جدا، ان احنا لو كنا قدرنا ان احنا نعدي الدنمارك كان هيبقى طريقنا اسهل بكتير جدا انك تواجه السويد اللي هو صاحب الارض، الجمهور عنده فرقة كبيرة. طبعا لو كنت واجهت المجر اللي هي كانت طريقنا اسهل كتير جدا لو كنا قابلناها، كان بالنسبة لنا الامور هتختلف. يعني المجر كانت في طريقنا عكس السويد، لو كنا قدرنا في الدور الرئيسي نفوز على الدنمارك، بس زي ما انت بتقول للاسف للحظ العسر ان احنا لتاني مره على التوالي بنقابل المنتخب الدنماركي. المنتخب الدنماركي يعني هو بطل العالم في اخر نسختين، عنده ذخيره كبيره جدا جدا من اللعيبه اللي موجوده دلوقتي، بدليل تواجده في النهائي اللي موجود بكره ان شاء الله على ارض السويد. طيب نبدأ بقى نتكلم فنيا شوية، شايف ان يعني في ظل إصابة يحيى خالد واحد من افضل اللعيبة اللي موجودين، واللي يعني مستوى باين جدا الاختلاف اللي موجود في منتخب مصر، اعتزال احمد الاحمر كان واجب على الاتحاد المصري ان هو يوجه الدعوة لاحمد الاحمر ان هو يبقى متواجد في البطولة دي؟ اه طبعا، يعني احنا افتقدنا ميزه كانت بالنسبه لنا موجوده، احمد الاحمر يعني من اللعيبه الافذاذ اللي جم في تاريخ كره اليد المصريه. وجوده في البطوله دي طبعا كان مؤثر جدا، زي ما انت قلت في ظل غياب يحيى خالد كان لازم يكون عندك ساعد ايمن بنفس القوه، عنده نفس الخبرات، عنده مرور بالبطولات اللي زي دي والاحتكاكات اللي زي دي، كان بيديك افضليه. احمد الاحمر قائد يعتبر جوه الملعب وبره الملعب، كان بينقل خبراته للجيل الجديد او جيل الشباب اللي هو زي ما احنا بنشوف الفرق دلوقتي بقى في مرحلة دمج ما بين الخبرات اللي موجودة، موجود جيل وسط، موجود جيل شباب، فكان أحمد الأحمر يقدر يقوم بالقصة دي في ظل يعني تواجده في بعض المراكز اللي كان فيها نقص، زي ما أنت قلت يحيى خالد يعتبر من أفضل 3 لعيبة في الساعد الأيمن على مستوى العالم. طبعا 50% من قوة المنتخب المصري فقدت بسبب عدم تواجد يحيى خالد، وده طبعا يعني فرق معانا بشكل كبير جدا في الماتشات اللي شفناها. كنت محتاج لعيب بنوعية يحيى خالد، مصوب جيد من خارج ال9 امتار، عندك بيحل لك امور كتيره جدا في مركز 3 الدفاعي، فطبعا يعني عدم تواجد ده وعدم تواجد ده طبعا اثر بشكل كبير جدا على المنتخب المصري.